مسرحيات سراح مسجونك، مسرحية مقتبسة عن مسرحية لمولير اللي هي لي فام سافونت. إذا بغينا نقولوا عندنا واحد الاشتغال حر، يعني اقتباس حر، بحيث مولير ما يشوف هذا الشيء ما يعقلش على المسرحية ديالو. الدور ديالي هو الدور واحد الشخصية حاملة لواحد السر كبير، ومنهجز هذا العنوان ديال بغى نسرح مسجوني وما قداش ندوي حيت هذاك السر خطير جدا. فوالا، العرض كان الأول يوم في مراكش، المعسكر التدريبي كان في هذه المدينة أيضا، دوزنا أجواء جميلة ديال الإبداع والخلق، والتجاوب ديال الجمهور هذه الليلة في العرض الأول كان زوين. تفاجأنا حيت كنا مخلوعين بزاف، ما عارفينش واش درنا خدمة زوينة ولا ما توفقناش. وإذا غتنطلق إن شاء الله الجولة ديال المسرحية في عدد من المدن المغربية، وإن شاء الله نمشيو نزوروا المغاربة اللي في الخارج. بحكم ان فرقة مسرح تنسيفت هي كاينة في مراكش، يعني كاع لي كوميديان اللي كيشتغلوا مع الفرقة كيضطروا انهم يتنقلوا لهنا، وعاد الاجواء ديال الاشتغال ولا بغيتي كتخرج من الجو العائلي وكتسد عليك في واحد البلاصة، وكيولي التفكير ديالك نهار مساء عرف الخدمة، وهذا يعني جو صحي للخدمة. كنقول لهم تسناونا، حنا جايبين لكم الفرجه والمسرح. كاين الضحك، ولكن اون ميم طون كاين دي ميساج كيدوزوا، ولكن بطريقه الا بغينا نقولوا سوبتيل، ما كنقصحوش بزاف، باسكو لو ستيل اللي اختارت الفرقه واتفقنا عليه كاملين هو لو ستيل كوميك، يعني ليجي، كاين اون ليجيرتي في التناول ديال النص. وحنا في اطار تقديم العرض الاول ديال المسرحية سرح مسجونك من فرقة تنسيفت، دعم من وزارة الثقافة في مراكش. اليوم كان العرض الأول، أنا عضو من الطاقم ديال التشخيص الممثلين اللي كذلك إلى جانب عبد الله ديدان، نورا سقلي، مريم زعيمي، محمد الورادي. فاليوم عاد قدمنا الدور ديالي هو الدور ديال عبد الرؤوف، واحد الراجل اللي عنده قصة وعنده قضية شوية ديال تعدد الزوجات، اللي مجوج ثلاثة العيالات باغي يزيد الرابعة، ولكن باش ما نحرقش القصه انه كيطيح في واحد المشكل، لان هذه القضيه ديال تعدد الزوجات والاشكال هذه ديال الناس بزاف، انه تقدر المشاكل اللي طاح لهم بقى على بكوميدي ساخر شويه. دونك كنحاولوا نقدموا بعض الاشياء ان شاء الله. حنا في ايطان نوجدوا الجوله، العروض اللي جايه نقدموها في ارض الوطن ان شاء الله، كاين جوله كنوجدوها ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم وتبارك الله. ما تفاعل جميل، الجمهور ديال مراكش جمهور جميل، جمهور غزال دائما، ماشي اول مره. فوالا، كنتمناو اننا نكونوا ادينا اللي علينا وادينا الواجب، وقدمنا عرض جيد وشيق اللي يقدروا يتبعوا معنا، ولكن بان التفاعل مع الجمهور، بان تفاعل جميل وزوين. المسرحيه هي سلام شونك، تم الاشتغال على نص الكاتب الفرنسي مولير، وتمت محاوله استنبات او تقديمات الفكره الرئيسيه للعمل مع اعاده كتابه باعاده صياغه لعنات في قلب مغربي صرف، ومحاوله اقلمت لعنات التي كانت في النص الاصلي الى مزاوجه ما بين واقع مغربي صرف، وبالتالي تعودنا نشتغل عن طريق الارتجال، لأننا اشتغلنا بطريقة الاشتغال بالارتجال باعتبار أن العمل تم داخل مختبر، بمعنى أنه تم بمشاركة كل طاقم في صياغة الأعداد، في بناء الشخصيات، في بناء الفضاء، في بناء العقدة، في بناء مسار العمل المسرحي من البداية إلى النهاية على مستوى الفرجة التي رأيتموها هذه الليلة. إذا المسرحية جمعت ثلة من الفنانين اللي كان بيني وبين بعض توطؤ جميل، توطؤ من أجل أن ننتج فرجة لها بأسلوبها الخاص تنتصر لما يسمى بالفرجة عموما، وتنتصر أيضا لما يسمى بالكوميديا التي هي كانت المنهج أو الطريق أو الخط التحريري ديال فرقة بصراحة تنسيق.
تخافوا اللي